السلام عليكم، أنا اسمي تمارا الراضي من إدارة التعليم جدة، ومشروعي في مجال الأحياء الدقيقة. مشروعي عبارة عن the implant production of antimicrobial peptides utilizing tobacco mosaic virus as a viral vector. الهدف من مشروعي هي صناعة البروتينات كبدال للمضادات الحيوية في النبات. جدا فخورة لوصولي لهذا المرحلة، أو وصول جميع الطلاب والطالبات لوصول هذا المرحلة، ومتحمسة لتمثيل الوطن في ISF 2024. طبعا أبى أكمل مشروعي وأشتغل عليها عشان تتطور لكي نستخدمها في حياتنا الطبيعية. حابة أشكر موهبة طبعا ووزارة التعليم وأهلي طبعا لتوجيهاتهم في رحلة الأكاديمية ورحلة في إبداع، وإن شاء الله في ISF.